لو طلبت منك تقف تقول كلمتين بصدق للجمهور على المسرح، تقولها لجمهور الأهلي ولا لجمهور الزمالك؟ لا لا، أقولها لجمهور الأهلي. لجمهور الأهلي؟ ده أنت حاسم القضية. عشان أنا دلوقتي أنا في النادي الأهلي، ما ينفعش يعني، ماليش دعوة بأي نادي تاني أو أي جمهور تاني. وأنت في منتخب مصر ممكن تقول إيه لجمهور مصر؟ أقول لهم عادي، مفيش مشكلة. أهلي وزمالك؟ مفيش مشكلة. هتقول كلمتين لجمهور بصدق من قلبك على المسرح. طبعاً أنا حابب أشكر جمهور النادي الأهلي، بوجه لهم رسالة إن شاء الله إن السنة دي إن شاء الله نفرحكم كتير بإذن الله، وإن شاء الله بطولة أفريقيا إن شاء الله نقدر نساعدكم بيها السنة دي، والدوري بطولات كتير إن شاء الله، وشكراً على الدعم اللي دايماً بتدعموهولي، دايماً في ظهري، شكراً على كل حاجة بتعملوها معايا، وأنا حابب أشكركم تاني، وأوجه كلمة طبعاً لجمهور الشعب المصري طبعاً، إن شاء الله بإذن الله نقدر نفرحكم السنة دي طبعاً بوجود الكابتن حسام حسن، إن شاء الله نقدر نبقى في كأس العالم السنة دي إن شاء الله، وبطولة أفريقيا بإذن الله. شكراً.